ازيكم يا جدعان، عاملين ايه النهارده؟ معانا فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هنقلد اليوتيوبرز او الستريمرز وكده، يعني هنقلد واي واحد نقلده يا ريت تقولوا لنا تحت في الكومنتات. هو تقريبا هنقلد اربعه، يبقى تقولوا من تحت مين الاربعه. وبس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت، وكمان لا تعالى الماونتن ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت والجيف اوي على سيف ذا وورد. يلا بقى نبتدي، يلا نبتدي. ماشي نبتدي بده. ايه ده صعبه قوي. ماشي نبتدي يلا هنلسع الواد ده دلوقتي. إلسع يلا إلسع يا عيني. إيه الهبل اللي أنا بقوله؟ يا عيني إيه؟ ما تعملش عليا لعيب. ها؟ ما تعملش عليا لعيب. يلا كده أول كلتين إحنا يا دوبك بنسخن دلوقتي، يا دوبك. وجدعان إحنا يعني يوم الاثنين والأربع في كايرو فيستيفال، والنهارده الثلاث وبكره الاربع. يا عيني يا لهوي. يا لهوي على المعلومات بتاعتي، يا لهوي على المعلومات. ايه ده 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 انا البتاع بيضرب لوحده. فنشك، انا اروح الصحهولك دلوقتي، واي حد هيفتكرني هموت، يبقى يكون له مؤاخذه. يا عيني إلسع يالا انت فاكرني هموت ولا ايه؟ ماشي ده ممكن يموت. يا إلسع لا 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 بجد 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 لا 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 حرام كنا قاعدين نلسع في العيال. خلاص بقى يا جدعان، هيبقى قولوا لي تحت مين اللي احنا مين اللي احنا كنا بنقلده، وهنخش في اللي بعديه او هنعمل فيديو تاني ليه. يلا وجد عن دخلنا جيم جديد، ويلا بقى شوفوا مين. انا دلوقتي بحب تلتد جدا، وهنخش هنا نلسع كل اللي هينزلوا تلتد، وهندي واحدة إلسع واحدة يا عيني. ويلا بقى بس بقى اعرفوا لو هتفتكروا اللي احنا هننزل نموت، يبقى انتوا مش عارف انتوا ايه. يلا بقى شايفين كل دول هيتلسعوا تلسعوا دلوقتي. ربي ما انزل اموت. كل دول هيتلسعوا، هننزل كلوك تاور. يا لهوي ايه ده، ايه قلة الادب دي. إلسع يلا إلسع يلا إلسع يلا إلسع يلا، ولسعناهم الحمد لله هما الاثنين. والله بقى نكمل على سيرت كلها، هنلسع. يلا فاكر نفسه لعيب، يلا الواد فاكر نفسه لعيب. انا اتلسعت انا اتلسعت ليه كده؟ ليه كده؟ عادي يا جدعان، عادي. يلا افتح يلا احسن، يلا عادي يا رجاله. احنا هو اتلسعنا ولسعنا، بس انا حبة حلوين واتلسعنا حبة حلوين برضه. هنخش فيديو جديد، ودلوقتي هتشوفوا مين قولوا لي مين ده، وهديكوا هنت. الواد ده اخر حرف منه ان، اول حرف منه ان، معلش اول حرف منه ايه ان. تمام يلا بقى خليكم لغايه لما اخش الفيديو. اهو يا جدعان
يا ريت بقى تقولوا لنا تحت مين اللي كان اللي احنا بنقلده المرة يعني الجيمين اللي فاتوا، ودلوقتي قولوا لي مين، والسكنات برضو بتاع هتعرفوا مين. يلا بقى جاهزين جو. انا دلوقتي ايبك جيمز بتحبني قوي. ايه ده كل دول ستريم سنايب، كل دول ستريم سنايب، اي حد هيموتني هعمل له ريبورت حالا. وانتوا عارفين طبعا ايبك جيمز بتحبني، ف هتعمل لكم بان. ايبك جيمز كلها هتعمل لكم بان دلوقتي، بس لو موتوني بس. يلا ستريم سنايب، ستريم سنايب، هنعمل له، هنعمل له، هنعمل له ريبورت، هعمل 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 له ريبورت. يلا انت ستريم سنايب، ستريم سنايب. اوكي ما ينفعش، ليه عملت ستريم سنايب؟ لازم ريبورت، لازم ريبورت ولا ايه؟ ما يجيليش انا اللي بان. يلا عملنا له ريبورت. وهو يا جدعان دخلنا فيديو جديد، يا ريت تقولوا لنا مين بقى بتاع المره دي. كل دول ستريم سنايبس يا لهوي، انا بس عايز حد يموتني هعمل له ريبورت على طول. اي حد هيموتني هعمل له ريبورت. وانتوا عارفين طبعا ايبك جيمز بتحبني، يبقى هيجي لكم بان. شايفين، شايفين ايبك جيمز بتحبني ازاي؟ اول تشيس افتحه جالي سكار، عشان بس تعرفوا ازاي ايبك جيمز بتحبني. يعني يلا اهو ستريم سنايبر بيستخبى مني عشان اول ما اخش يديني بومب. انا هاجي اهو، اهو ستريم سنايبر. ده ستريم، ستريم سنايبر. اوه موته، عشان بس تعرف ازاي، تعرف، تعرف اني اعرف انتوا بقى اني ايه. تمام هو هو المفروض يعني يا جدعان هو بيضحك ضحكة غريبة كده، بس هحاول احطها لكم يعني ضحكة كده غريبة جدا. ستريم سنايبر، لا ده ستريم سنايبر، ده ستريم سنايبر، ده ستريم سنايبر، ده ستريم سنايبر. ريبورت، ريبورت، ريبورت. يلا يلا لقينا، لقينا ستريم سنايبر. انا بجد بحب اعمل ليك ريبورت جدا 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 جدا. يلا ريبورت، رب بس ما يتعملليش ريبورت. انا هاكر، عملنا له ريبورت يا جدعان زي ما انتم شايفين. ويلا بقى نخش على التالت عشان احنا عايزين نعمل اربعه. اول ما نخش هنجيبكم بقى. وده برضه يا جدعان اول حرف من اسمه ان، بس ده امريكي مش مصري يعني. اخر اول واحد ده كان عربي، دلوقتي ده امريكي. تمام يلا بقى نخش فيديو جديد. وهو يا جدعان دخلنا فيديو جديد، الفيديو مش فيديو يعني، دخلنا ماتش جديد. ويا ريت بقى تقولوا لنا مين ال مين ده، و ما تنسوش برضو تقولوا لنا مين اول واحد عربي اللي احنا اوله ان، وتاني واحد امريكي واوله ان برضو يعني من بره مصر يعني. جاهزين جو. انا دلوقتي ايبك جيمز بتكرهني جدا يا جدعان، كل لما ادخل يعني، كل لما اعمل اكونت وكل لما اشتري اكونت تعمل لي بان. انا مش عارف ليه، فاكريني هاكر ولا عاملين ايه مش عارف. وكل الناس بيقعدوا عليا يقولوا
اللي انت العيب ولازم تشتري وما اعرفش ايه. انا مش هشتري غير لما، انا مش هشتري سكنز غير لما يعملوا البيرست، يشيلوا البيرست من الاخر يعني، يشيلوا البيرست علشان ابقى يعني لغاية لما اموت اقعد اشتري في سكنز لغاية لما اموت. واهو اول ما تشيلوا البيرست هقعد اشتري في سكنز لغاية لما اموت. والحتة دي جامدة جدا يا جدعان، اقسم بالله اكتر حتة بحبها في فورتنايت دي كلها. وجدعان انا كينج اوف ديفلز، ازاي هشتري، ازاي هشتري سكين سكينز يعني، ده انا كينج اوف ديفلز. شايفين جبته ازاي؟ شو قلت لكم انا كينج؟ كل الناس قاعده تقول نينجا احسن، نينجا نينجا احسن ايه بس جدعان؟ انا هوريكم انا بموته كم مره، انا هوريكم فيديوهات انا موته كم مره. نينجا بس ايبك جيمز بتحبه، ده الفرق ما بيني انا ونينجا بس. يعني هعمل لكم حركة دلوقتي، نينجا يقدر يعمل الحركة دي؟ مش عارف، نينجا عمره ما يعرف. واهو بقى اهو شايفين، بسهولة 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 جدا. هوريكم دلوقتي انا قتلت النينجا كم مرة، هوريكم انا هوريكو انا قتلت نينجا كم مرة، هوريكو تحت. نينجا بالنسبة لي كنو يعني مش عارف، مش عارف برضو. متنا. طيب انتوا اكيد عرفتوا مين ده، ولو ما عرفتوش هو هديكوا التين هنت منه. هو اوله، هو اول حاجة في فيز، وانتوا اكيد تعرفوا مين يعني. وحرفه الاول تي، هو من فيز وحرفه الاول تي. ويلا بقى نخش اللعيب التالت. اهو يا جدعان دخلنا. وطبعا يا جدعان انتوا تعرفوا الناس برضو بالسكين اللي هم لابسه، يعني كل واحد انا بلبس يعني اكتر سكين هو بيلبسه، وبس هو اول واحد مش لابس السكين بتاعه عشان ما اعرفش هو بيلبس سكينات كتيره، بس هو اول واحد انتوا اكيد هتعرفوه. ويلا بينا دلوقتي. انا الكينج بتاع الشيجنز، انتوا ما تعرفوش انا كينج يعني. لا حتى لما الدبل بومب رجع في سيزون 7 هوريكو، هوريكو فيديو. و لما انا الكينج هاخد صوابع رجلك دلوقتي، خدت صوابع رجله، اي حد هموته هاخد صوابع رجله. انا بحب صوابع يعني، انا هاخد كده كده صوابع رجله يعني، كده كده ده كده كده. يلا this game is دودو. لا بجد this game is دودو يعني، الواد دخل دمجني. this game is دودو فاك بجد، this game is trash. ماشي. وهو جدعان عملنا اكيد انت هتعرفوا مين، زي الزفت طبعا، عملنا زي الزفت طبعا طبعا. وبس كده، بس اهم حاجة الفيديو عجبكو، واهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان ما تنسوش في جيف اواي على سيف ذا وورد. يلا سلام.